انت انسان قليل رابعه. هذا مو بأسلوب طيب، اعطني اياك قليل رابعه بأسلوب يا اخوي. خلاص يعني قلت انت اعطيها منكوس. دقيقه، انت لا تستحق الاحترام يعني بأسلوب. انت قليل رابعه وعقلك ما هو تخلي كل شغلة لزوم جودها. اي قبل شوي الحين 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 يتمصمصها. فانت رجل طيب. كلام هذا ما عاد اتحرم منك كلام طيب. ما اتحرم منك. انا الحين ابوي جالس يتابع يقول سعد الطويلي يهجو. ما تجبني. ابوك صقر مو مثلك. دخل ابوي يا صقر. لا يدري ان غيدين يتكلم. لا عربي يقلب عليك. ابوك صقر ما هو. كاني ما عدمت. الرومانسيه هذه. انني اراك عجبه ورجل جميلا ورجل وسيما ورجل عاقل. وفيك وفيك بعض المرات وانت رجل ممتاز. وفيك وفيك بعض المرات اخبار يعني وتنثر الغبوقه و يا ابو اسلم ولا عليك امر قد الشخاض احط جبر غير وتنثر الغبوقه. فانت يعجز الهرج عنك. فانت وشكرا لك. وانا ودي اتكلم عنك بلغه الفصحى. الفصحى ولا الفصحى؟ الفصحى. الفصحى. أنني أحبك وأقدرك وأستحي منك بما أنك أكبر مني، ولكن عقلك فيه شيء. منير الكبس الكبس. بالنسبة للطيب أنا أشوف أنك خبل في الطيب. ماني بطيب يعني. لا خبل في الطيب يعني تزود بزيادة وهو هذا خبل. إخبال طيب ولا صحة وترحمها. يا سلام عليك. هذا البيت أنت قلته عني وأنا كان ناوي أن أقولها. وشكرنا ومع السلامة. روح وراك صوب. روح وراك صوب. بس انت مقدم ما ابغيناك تشارك. كلم نواف. نحن عرفنا ليش سويت هذه الفقره. عشان اتكلم بس ما راح اتكلم. انا ما اتكلم، انا مسحوب من الفقره. كل اللي هنا ينطقون اغرى. شو اقول له مثلا؟ باسلوب، تكلم نواف باسلوب. مرحبا في ذمتي ذمح يا ولدي. مرحبا في ذمتي ذمح. احنا عند البل. مرحبا في ذمتي ذمح. بسلوب خشين كلامك شوي. انت ما تقدر تسرج الكلاقة. مرحبا ايه ممتاز ممتاز. مرحبا ايه الولد الجميل الوسيم ممتاز. الذي لو يشارك في مسابقة